هذا وقد أعلن طيران الخليج الناقلة الوطنية عن فوزها بجائزة الطيران الأكثر تطورا في العالم للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي التي أقيمت في عاصمة المملكة المتحدة لندن. وتأتي هذه الجائزة بمثابة تأكيد على نجاح استراتيجية الطيران الخليج والتي تهدف إلى أن تكون الناقلة أكثر تركيزا على العملاء وأن تصبح شركة الطيران المفضلة للمسافرين في المنطقة. وقد انطلقت جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي عام 1999 عندما اطلقت سكاي تراكس اول استبيان سنوي عالمي لرضا عملاء خطوط الطيران وقد شاركت اكثر من اكثر من 100 جنسيه من العملاء في استطلاع عام 2021 2022